قال الله سبحانه وتعالى: واحفظوا أيمانكم. قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى: مراتب حفظ اليمين أربعة. المرتبة الأولى ابتداء، والثانية وسطا، والثالثة انتهاء، والرابعة بأن لا نحلف إلا بالله. ابتداء بأن لا نحلف إلا عند الحاجة أو الضرورة، وهذا من حفظ اليمين. ولهذا ألف بعض العلماء كتابا في أيمان النبي صلى الله عليه وسلم، هذا دليل أنها قليلة حفظها النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، ووسطا بأن نفي بهذا اليمين، انتهاء بأن نكفر. فإخراجنا للكفارة دليل على حفظنا لليمين، والرابع بأن لا نحلف إلا بالله.